بيتر. طيب بتدير المكان عشان مستر لي برا المدينة. طب مين في شغلك القديم؟ أنا، بس أنا أقدر أستخدم مساعدة. تعرف حد؟ في الحقيقة أيوة، اسمه مايلز موراليس. ليه الاسم ده مألوف؟ بابا اتكرم في مبنى البلدية. آه، اتكلمت معاه في الجنازة. هو طفل ذكي جدا بس بيمر بوقت صعب. أنا مرة عرفت طفل زيه. أفتكر إن أحسن له يفضل مشغول، ده هيساعده قوي. وده رقم مامته. شكرا، هكلمها. انت ما سمعتيش اي خبر عن مستر لي صح؟ لا، ليه؟ مجرد فضول، فاضل لي دقايق قبل الشغل، هشوف لو في حاجه ممكن اعملها عشان اساعدك. ما تتعبش نفسك. عارف انا عايز. لازم ابقى اشوف مكتب لي. عايزة مساعدة في الخضار؟ أنا كنت عارفة أن فايدتك برا المطبخ أكبر بكتير من جواه. مبسوط أنك كويس يا بيت. لسه صامد. المكتب مقفول، إزاي هوصل هناك؟ شكراً، أنا مقدر. أكيد في فتحة تهوية هنا. ها، ما شفتش الأوضة دي قبل كده. واو، إيه ده؟ أسلاك فولتها عالي، مين هيحتاج كل ده؟ ممكن أزود الحمل على صندوق التوصيل. هناك. أنا فاهمة، بس رقم الحساب في مكتب أستاذ دي واللي مستحيل ندخله. هتصل تاني لو قدرت أجيب المعلومة دي. لا، مش عارفة هيبقى. الأوضة دي موجودة في السرداب، لازم تبقى الناحية التانية من المزار. أهل ليه، شكله مكان مفتاح في البرواز. أظن إن أهل ليه تخلوا عنه. ليه حد ممكن يبني مزار لناس تخلوا عنه؟ شكل الجواب ده بتاع مي. ها، المزار في الصورة مش موجودة فيه الصورة. مذكرات ليه، أظن إنه بيفتح البرواز. شكل ليه عمل حاجات كتير لنيويورك، ما كنتش أعرف إن هو جواه كل الشر ده. ايه اللي هيكمل اللغز ده؟
دي قصة الأشباح اللي والد ليه حكاها له عن الشيطان اللي لازم يتسيطر عليه من خلال التوازن. شكل هي دي تكملة اللغز. الشكل ده صح. فهمت. ايوه واو. انت مخبي ايه يعني؟ قوتي بتزيد، بتتغذى على غضبي. أبويا كان هيقول النتاية، بس كان عمره ما هيفهم إن الطريقة الوحيدة عشان تحارب وحش إنك تبقى زيه. شيء مريب. كده ليه بيدي قوته لغيره؟ ازاي ليه طاقته بتتنقل؟ توصيل بايو كهربي ولا تحويل مسار؟ ليه شكله مهووس بالأقنعة؟ هل ده متعلق بطريقة الأنماط؟ يمثل إنه حد تاني ويخرج رغباته الشريرة؟ كان بيمثل إنه شيطان لحد ما بقى واحد منه. كل ده بخصوص نورمان أوزبورن، كل تاريخ شغله أكيد ليه كان مهووس بيه جدا. أوسكورب خسرت قضية تجارب طبية غير مشروعة من سنين، هل خبوا على الموضوع؟ أنا عمري ما سمعت عنه. المقال ده من مدة بعيدة، أكيد ده أول ما أوسكورب اتأسست. واو، ده الملف اللي لقيته أم جي في بيت المزاد. على الأقل ده هيخلينا نعرف خطط ليه الجاية. دي محرقة عشان يحرق الأدلة. مرة كمان.
الشرطة شافت ده أو مي، أنا مش متخيل اللي هيحصل. طيب من الفتحة الأرضية. طيب دلوقتي ازاي اخرج من هنا؟ اهلا بيتر. مستر لي، افتكرتك مسافر. انت لقيت اللي بتدور عليه؟ مارتن، انت رجعت. سيبيه ناخده. شكرا. شوية وهمشي مرة تانية للأسف، أنا بس عايز شوية حاجات من مكتبي. سمعت اللي حصل في البلدية؟ أيوة، مأساة.